السلام من أمراض حظ، هذا ما في عنده مرض عضال، ما في تضييق شرايين، ما في شلل، ما دام هو معافى سليم هذا حظ، حظه صحة. إيش يعني حظ دكتور؟ نصيب. أنا حظي من هذه الشركة 50% نصيبي، يعني نصيبي منها. الحظ هو النصيب، حظه من الأمراض أنه معافى. معافى، نعم. الحظ النصيب من هالموضوع، تمام. الحظوظ موزعة في الدنيا، توزيع ابتلاء، موزعة من الله، من الله، ليس من اجتهاد الإنسان أبدا، ابتلاء. وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر، أي قرآنية. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني هل يستوي منصب وزير دفاع مع جندي في يعني مكان في الجبهة، والدنيا شتاء شديد وفي بلوكوس جالس؟ هذا غير هذا. هل يستوي كأكبر التجار الذي يملك الملايين مع بائع على عرباء؟ وهذا كمان تاجر، بس انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. معلم ابتدائي بقرية مهملة بعيدة وأستاذ جامعي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بين معلم ابتدائي وبين أستاذ جامعي وبين بائع متجول وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة وبين منصب رفيع وبين منصب وضيع، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. الآن الكلمة الدقيقة جدا، نحن خلقنا للابتلاء، والدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن كنا مبتلين، فعلة وجودنا في الدنيا الابتلاء. سئل الإمام الشافعي ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا لا أصدق أن إنسانا واحدا يشم رائحة الجنة دون ابتلاء. طب معلش دكتور، هنوضح المفاهيم. نعم. أيضا ما معنى الابتلاء وما الامتحان، معنى الامتحان والتمكين؟ الابتلاء الامتحان والتمكين. إن مكننا له أعطينا سلطة. هذا ممكن بعلمه، والثاني ممكن بماله، والثالث ممكن بصلاحيته بتوقيعه. إذن لن يمكن لأحد حتى يبتلى. نعم. فالغني ممكن بالمال، امتحن بالمال، مادة امتحانه مع الله هو المال، فإذا أنفقه على كل محتاج ومسكين وكان متواضعا نجح في الامتحان. والفقير ممتحن بفقره، فإن تذلل وإن تضعضع أمام الغني والقوي رسب الامتحان. وصاحب الحكم السلطة ممكن بسلطته بجرة قلم يحق حقا، فإذا استخدم صلاحيته وقوته الإدارية في إحقاق الحق نجح بالامتحان، إذا استخدم هذه القوة لمصالحه الخاصة رسب بالامتحان. فالإنسان ممتحن في الأرض، علة وجودنا في الدنيا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ الفتنة معناها الامتحان فقط، ما له معنى سلبي ولا معنى إيجابي. نمتحن، فلان امتحن فنجح، فلان امتحن فلم ينجح. فنحن علة وجودنا في الدنيا الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا كنا مبتلين. لما الشافعي سئل ندعو الله بالتمكين، كن غني أو كن قوي أو كن عالم كبير، أم بالابتلاء؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. وأنا مرة ثانية لا أصدق أن يشم الإنسان رائحة الجنة إلا بعد أن يبتلى فينجح، وقد لا ينجح. إذن قدرة الإنسان دكتور على اتخاذ القرار بين إيجابي وبين سلبي، هنا نقول التمكين أنه ممكن فكان صاحب قرار، هذا بحد ذاته هو ابتلاء لأنه اختبار ينجح أو لا ينجح فيه. لا يمكن أن نكلف بما لا نستطيع، هذا شيء مستحيل. نعم. لأنه التكليف ضمن الاستطاعة،
سمي تكليف لأنه ذو كلفة. لكن نعم. مثلا واحد راكب دراجة، الطريق مستوي واضح، وصل إلى طريقين، واحد منزلق هابط واحد صاعد. معلومكم راكب الدراجة الطريق الهابط مريح جدا، ما في جهد إطلاقا. لو فرضنا هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش جائعة، مكتوب بالبداية ينتهي هذا الطريق بوحوش جائعة مفترسة، وفي ناظور إذا بتحب ترى معالم الحفرة والوحوش، والصاعد غير معبد ترابي، وفي أكمات وفي غبار وفي متاعب. الطريق الصاعد ينتهي ببستان جميل جدا هو لمن وصل إليه، وفي شرح بالبداية وفي منظار، إما أن تقرأ أو أن ترى، تقرأ أو ترى. فلما إنسان بيختار الطريق الهابط يعني اختار شهوته على وطغت شهوته على عقله، والذي اختار الطريق الصاعد اختار عقله على شهوته. فلذلك ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته كان فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله كان دون الحيوان. فأنا أقول أنا مبتلى بأي شيء؟ مبتلى بزوجتي، هل أحسن إليها أم أسيء؟ مبتلى بأولادي، هل ربيتهم على طاعة الله أم أهملتهم؟ مصطلح مبتلى هنا يعني أمتحن، ممتحن فقط. جميل. وممتحن لا تعني أنه رسب بالامتحان. نعم. قد نجح. نعم. ممتحن بالزوجة، ممتحن بالأولاد، ممتحن بالبنات، عنده بنت جميلة، فلما تفلتت في ثيابها ولبست ثياب فاضحة وأعجبه جمالها وهي ابنته، ابتلي بابنته فلم ينجح. أما حينما وجهها توجيها أخلاقيا قال لها هذا الجمال يا بنيتي لمحارمك فقط ولزوجك، فلما وجهها نجح بالامتحان. فأنا بقول لك يمكن باليوم نمتحن 100 امتحان كل يوم. نعم. طيب دكتور، التوزيع اللي تحدثت عنه قبل قليل انه ربنا سبحانه وتعالى اعطى فلانا المال واعطى فلانا الفقر واعطى فلانا الجمال، هذا التوزيع ماذا يسمى؟ هذا حظوظ. الحظوظ موزعه في الدنيا، توزيع ابتلاء والتوزيع مؤقت. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قلت لك رئيس جامعة غير أستاذ في قرية. نعم. رئيس غرفة تجارة غير بائع متجول. طب ما المقصود بفضلنا بعضهم على بعض؟ بالدخل، بالمكان. أقصد التفضيل هل هو علامة تميز عند الله ولا؟ لا، هو هي حكمة إلهية. الله عز وجل لحكمة بالغة 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 امتحن هذا بالمال وآخر بالفقر. بالفقر. بس لا يعني أنه هذا علامة رضا وغضب. لا لا أبدا أبدا. الغنى والفقر بعد العرض على الله. من هو الغني الذي نجح في الابتلاء؟ من هو الفقير الذي كان مليونيرا لكن لم ينجح، استعلى بماله واستعلى بمكانته وأهمل الفقراء والضعفاء؟ أما في الدنيا دكتور، ربنا فضل إنسان على إنسان بمعنى أنه وسع عليه بالمال ولم يوسع على آخر، لكن لا يعني أنه ربنا راضي أو صاحب. لا لا أبدا. لكن هي الحقيقة، الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء، ولحكمة بالغة بالغة بالغة. الذي أنت فيه هو أفضل شيء لك. يعني يوم القيامة تنكشف الحقائق، تكشف الأسرار، يكشف سر القضاء والقدر، فما لك إلا أن تقول مهما كنت الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله رب العالمين على أن جعلتني ولدان بالشرق الأوسط مثلا. أنت في أشياء ما لك، مو باختيارك، عفوا، كونك صادق باختيارك، أمين باختيارك، عفيف باختيارك، ورع باختيارك، كون الآخر كاذب باختياره، منحرف باختياره، ارتكب الفواحش باختياره. نعم. هي خيارات، لكن هذا الاختيار مؤقت،
عند الموت ينتهي الموضوع. فالذي امتحن بالفقر ونجح بالامتحان فكان عفيفا ولم يتضعضع أمامه قوي أو غني ورضي عن الله عز وجل، هذا إذا نجح في الامتحان والآخر رسب الغني استكبر بماله واستعلى به وأهمل الفقير، فالغني اللي عاش معه ملايين مملينة رسب بامتحان الغنى والفقير نجح بامتحان الفقر، ما النتيجة؟ أن هذا الفقير استحق الجنة إلى أبد الآبدين وهذا الغني استحق العذاب. أنت مبتلى فيما أعطاك، نعم، مبتلى فيما زوي عنك. الدعاء: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. ممكن نشرح سيدنا؟ نعم. إنسان بيحب المال، الله رزقه مال فسخر هذا المال للفقراء، للمساكين، لمعالجة المرضى، لإيواء المشردين، لتعليم الجاهلين. الغنى قوة كبيرة جدا. والله عز وجل النبي الكريم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ دقق. علة وجودك العمل الصالح. الدليل: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. آية ثانية: ولكل درجات مما عملوا. ما دام علة وجودك العمل الصالح، الغنى يتيح لك أعمال صالحة ليست متاحة للفقير. تعمل معهد شرعي، تنشئ مستشفى، بتعمل مثلا مشروع خيري، تعمل مثلا طلاب علم يدرسون على حسابك. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. فمتاح للغني ما لم يتاح للفقير. صحيح. فالغنى قوة. فأنا بقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أنا أذكر مرة جئت إلى بلدي، قصة من عدة سنوات، بالطائرة. الطيار كان تلميذي فأخذني إلى غرفة القيادة. دخلت إلى سوريا من جهة طرابلس، رأيت بأم عيني طرطوس على الساحل وصيدة، رأيت مسافة 450 كيلومتر بنظرة واحدة، ورأيت حمص دمشق. علمتني هذه التجربة المتواضعة أن الإنسان كلما ارتقى مكانه اتسعت رؤيته، وكلما ارتقى مكانه اتسعت عاطفته. نحن إسلامنا أممي، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في عنا نحن أشياء تمنعنا من فعل الخير مع الآخرين. إنما المؤمنون إخوة. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فأنا حينما أؤمن إيمانا صحيحا أنا أجعل عملي صالحا، والعمل الصالح علة وجودي. إذن الحظوظ الآن دكتور هي موزعة، أرزاق، توزيع ابتلاء، نقول عنها أرزاق وزعها الله بين الناس، توزيع ابتلاء، ابتلاء مؤقت في الدنيا فقط ليمتحنوا فيها، وسوف توزع توزيع جزاء. تمام. توزيع الابتلاء محدد بالدنيا، أما توزيع الجزاء أبدي. هذه الحظوظ مثل المال، حظ الشكل، الوسامة، الوسامة، الذكاء، نعم، من عائلة معينة مثلا، نعم، لها نفوذها، هذا، نعم، هذا كله حظ. نعم. نعم. إحنا دكتور فكرة الحظ عندنا مفهومنا الشخصي القديم لها أن الحظ أصلا محرمة في الشريعة، يعني الألعاب التي تعتمد على الحظ كالنرد والكذا فيها إشكال هذا شرعي. المفهوم غير صحيح. الحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب. نعم. يعني حظي من المال. مش في شيخنا مشكلة شرعية في الألعاب التي تعتمد على الحظ كحجر النرد مثلا؟ طبعا. طب كيف عفوا نربط بين هذا الحظ وهذا الحظ؟ نحن مسموح لنا مثلا أن نلعب الشطرنج فرضا، ومسموح لنا يعني، بس العلماء غضوا البصر عنه لأنه ما في نرد، ما في فكر، في فكر. أقصد لماذا حرمت الألعاب المبنية على الحظ كحجر النرد؟ لأنه ما لك فضل فيها، أنت كل عطائك بيكون بحجر النرد. إجت ستة 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 أخذت الموضوع لك، ما في جهد شخصي،
جهد عشوائي هذا. نعم نعم، على الإنسان أن يتعب وأن يسعى في هذا. نعم. طيب هذه فكرة الحظوظ دكتور، وحكيت لنا أنه ربنا سبحانه وتعالى يوزعها، فممكن ربنا فتح على الإنسان بالمال وعلى آخر بالشكل وعلى آخر بكذا، ولكن سيسأل عما فعل يبتلى فيه. أما بالآخرة موزعة توزيع جزاء، وفق ما عملت في الدنيا أبداً تكافأ يوم القيامة، والتوزيع أبدي. تمام تمام. انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بالآخرة أبدي، في الدنيا مؤقت. في الآخرة التفضيل علامة رضوان طبعا، أما في الدنيا تفضيل الله إنسان غني وإنسان فقير علامة ابتلاء فقط. علامة ابتلاء. نعم. طيب هذا ملف الحظ أصبح واضح بشكل كامل دكتور. ماذا عن الملف الآخر، ملف الطباع أو الطبائع دكتور؟ الناس تختلف في طباعها، في سلوكياتها، فيما تقبل وفيما تنفر عنه. يعني مثلا إنسان يحب الأناقة بشكل غير اعتيادي، عنده شيء بدلات بعدد كبير لبيس وأنيق درجة. نعم. إنسان يعتني بمركبته، هذا ركيب. إنسان يعتني ببيته، سكين، في لبيس وفي ركيب وفي سكين. نعم. هذا تفوق في الطباع. الطباع لا تتناقض مع الشرع، ما في مانع اقتني سيارة فارية. بس حتى أصدح من فضلتك، هذه الطباع جبلنا عليها ولا اخترناها؟ لا، يطبع المؤمن على الخلال كلها. ما المقصود بذلك دكتور؟ يعني الإنسان له طبع ليس ما كان باختياره، فطرة، بس هو مناسب له. نعم. العلم الله كبير جدا، يعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان إذا كان غنيا يكون أقرب إلى الدين منه لو كان فقيرا. نعم. هذا بالعكس، الغنى يفسده. يعني في إنسان الغنى يفسده، في إنسان الغنى يعينه على طاعة الله. نعم. هذا شيء بعلم الله عز وجل، ألا يعلم من خلقه؟ فإنسان امتحن بالغنى، حظه من الدنيا الغنى وامتحانه هو الغنى، فإذا أنفق المال على عباد الله الفقراء والصالحين نجح في الامتحان. نعم. فجاءت الجنة بعدها. وأنا حينما أتمنى لإنسان أن أدعو له دعاء من أعماق قلبي أقول له: اللهم اجعل لهذا الأخي الكريم نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة، بيعيش عمره أديب مع الله، واسع الرزق، يعطي الفقراء ومن حوله، بيموت على الجنة رأسا، معناها جمع بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. في إنسان أيام يبتلى بالغنى غير المنضبط، غني كبير مستعلي مستكبر، يموت والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. فالعبرة الغنى والفقر إذن بعد العرض على الله. أنا لا أسمي الغنية غنيا في الدنيا، ولا أسمي الفقير فقيرا، بل أسمي الغنية غنيا إذا استخدم ماله في طاعة الله. والآية الدقيقة جدا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا موسى من أولي العزم لما سقى للفتاتين قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر للعمل الصالح. لذلك أعلى افتقار إلى العمل الصالح. جميل. طيب دكتور، هذه الطباع التي فطرنا عليها كما تفضلت، أنه فلان مثلا من طباعه كذا، بعضها مرتبط بالتكليف. يعني ممكن الإنسان ذلك الذي يحب اللباس كثيرا يصل إلى مرحلة الإسراف. نعم. فهل هنا هو مسؤول عنها ولا يقول طبعا هكذا أنا طبعت؟ لا لا لا، ما بصير. أولا أنت مخير. ما بيقدر إنسان يدعي أنه هو مجبر، وأي دعوة إلى الإيمان بالجبر دعوة لإلغاء الدين. وفي فئة جبرية سيدي، أنه أنت ما لك خيار، أنت أقامك بمكان هكذا. هذه العقيدة، هي العقيدة الجبرية، أخطر عقيدة يعتقدها الإنسان، لكنها باطلة. باطلة. نعم. ما لها أصل إطلاقا. نعم. عفوا، إنا هديناه السبيل، دقيق، إما شاكرا وإما كفورا، اثنين، ولكل وجهة هو موليها، هو موليها. الآن دقيق والإخوة يدققون. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي إنسان يقول لك الله قدر علي ذلك. لذلك سيدنا عمر لما رأى شارب خمر قال أقيموا عليه الحد، فقال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. لويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنا ما بصدق إنسان يوهم الناس أنه أنت مسير وأحترمه، أنت مخير. طيب في هذه الطباع التي مخير فيما كلفت، نعم، بس ما لك مخير بأمك وأبيك، ولا مخير بمكان ولادتك فلا تحاسب عنها، ولا مخير كونك ذكر لما أنثى، ولا قدرتك العامة. كل شيء لم تكن مخيرا فيه اعتقد يقينا كما تعتقد بوجودك أن هذا أفضل شيء. دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن بعض الطباع التي طبع الناس عليها، مثلا الغضب، إنسان لا يحتمل، عدم القدرة على المسامحة. يعني نجد إنسان تستفزه كلمة وإنسان آخر 10 كلمات لا تستفزه، إنسان يسامح بسهولة وآخر قلبه لا يستطيع المسامحة. ما الذي يحصل؟ لماذا نكلف أولا النص الذي عليها؟ النص الذي أعرفه يطبع المؤمن على الخلال كلها. تجد مؤمن أنيق جدا، مؤمن أقل أناقة، نعم، لكن لا تجد مؤمن قذر إطلاقا، يتناقضت مع دينه، نظيف بس قد يكون عنده أذواق عالية بتناسق الألوان، إنسان ما لا يهتم بهذا كثيرا. هذه طباع. طباع. تجد مؤمن يعتني ببيته عناية فائقة، كل شيء في مكانه، في انسجام بالألوان، وفي انسجام بالأشياء السمينة. وفي إنسان بيته أقل من عادي، يطبع المؤمن على الخلال كلها. في إنسان سيارته أنيقة جدا، يختار ألوانها بدقة بالغة ويعتني بها عناية بالغة، هذا صار ركيب، والثاني لبيس، والأول سكين. إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب هذا يتناقض مع وجود الإنسان، ما عاد مؤمن. إذن هذه صفات مكتسبة. بتلاقي مؤمن أنيق، مؤمن أقل أناقة، بس كلاهما نظيف، نعم، نظافة معلقة بالدين. الخيانة والكذب دكتور هي صفات مكتسبة، يطبع المؤمن على الخلال إلا الخيانة والكذب، نعم. هذا صار طيب. سلوك سيء. ماذا عن الغضب دكتور؟ وهو سلوك سيء أيضا. سيدي في إنسان غضوب بس ضابط نفسه. طب هل خلق غضوبا؟ لا، هذا طبع سيدي، هكذا طبع، نعم، يعني هكذا خلق، نعم، يستفز بسهولة، نعم، إلا طبع. أنه المؤمن لا يخرجه غضبه عن طاعة الله. أها، دقيقة الفكرة. المؤمن الصادق الورع قد يكون عنده حساسية بالغة فيغضب سريعا، بس غضبه لا يخرجه عن طاعة الله، منضبط، وله أجر أكبر. يعني عفوا دكتور حتى أتأكد إذا فهمتها، قبل شوي في الحظوظ قلت فلان مثلا أعطي المال، فلان أعطي الوسامة، لكنه يبتلى أن يمتحن فيها، نعم. هل الآن أيضا هذه الطباع السلبية التي قد تكون موجودة فينا، نعم، نمتحن فيها؟ يعني نعم، فلان يغضب بسرعة، نمتحن بحظوظنا وطباعنا. فإذا هو عليه نمتحن بحظوظنا وطباعنا، نعم. وما كان طبعه سرعة الغضب، نعم، فإن امتحانه في السيطرة عليها، وله أجر أكبر، نعم. طيب غيره من الناس يمتحن بطبع آخر، نعم، يعني من باب العدالة الإلهية، صحيح؟ طبعا طبع آخر، نوع تاني. يعني قد مثلا فلان يحب المال وهذا لا يهمه المال، نعم. فجميل، إذن هي توزيع من الله، نعم، سبحانه وتعالى في الحظوظ. الحظوظ موزعة، توزيع ابتلاء لحكمة بالغة، نعم. عفوا، هلا أنا مخير فيما كلفت، فقط فيما كلفت. أنا كلفت بطاعة الله، فأنا مخير أطيع أو لا أطيع، مخير في الإنصاف، أنصف أو لا أنصف. أنا مكلف فيما خيرت، بس أنا غير مكلف في مكان ولادتي في الأصل. الله ما سألني هلا، والله ما سألني بتحب تكون ذكر لما أنثى، هي التنتين، وما سألني مين بتحب يكون أبوك وأمك. قد يكون الأب والأم بمنصب رفيع جدا، وفي ثروات بين أيديه طائلة، وإنسان ولدان من أب فقير، ممكن. فلما الشيء اللي أنا لم يكن من خياري، هلا حقول كلمة والله مؤمن بها بكل خلية بجسمي، نعم،
الشيء الذي لم يكن من خيارك هو أكمل شيء لك. عبر عنه الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان، أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. لا. فالذي أعطيته من الله هو أكمل شيء لك بالذات. هذا إيمان آخر. الحظوظ التي أنا فيها هذه أكمل شيء لي. إن من عبادي، هلأ هون الجواب، من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. واحد يصلحه الفقر منضبط. يعني مثلا 100 إنسان فقير، الناجحون 80% منه. 100 إنسان غني، الناجحون 10% منه. الغنى لأنه مطغي الغنى ومغري، كل شيء بإيديك. فأنا أقول دائما وأبدا امتحان الغني أصعب من الفقير. الغني سافر لأوروبا، بإمكانه أن يختلف جميع المعاصي والآثام ولا أحد يعلم به، لكنه خشي الله في الغنى. فمن الفندق إلى المركز التجاري لمتابعة أعماله فقط. فانضباطه في بلاد في البلاد البعيدة حيث لا رقابة عليه إطلاقا يرفع قدره عند الله. فالله عز وجل كل واحد منا له وضع، فهو الوضع هذا أنسب شيء له، وليس في الإمكان أبدع مما كان، أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. طيب. الطباعة دكتور الصعبة التي موجودة لدينا، هل هي طباعة فطرنا عليها ولا طباعة مكتسبة؟ يعني مثلا إنسان مش اجتماعي. لا فطرنا عليه. فطرنا عليها. إلا أنه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، هذه لا يطبع عليها، هذا من فعله. نعم. هذا من اختياره. هذه الطباعة دكتور التي يعني فطرنا عليها كما تفضل شيخنا الكريم، ماذا يطالب مني؟ ألغيها بشكل كامل ولا فقط أسيطر عليها حتى لا تتجه بالاتجاه الخاطئ؟ أن أوظفها في طاعة الله. أنت بتحب المال. نعم. وجاءك المال. نعم. هذا المال أؤدي زكاة مالي، لذلك بريئ من الشح من أدى زكاة مالي، بريء من الكبر من حمل حاجته بيده، بريء من النفاق من أكثر من ذكر الله. لا إله إلا الله. ثلاث أشياء: بريء من الكبر من حمل حاجته بيده، بريء من الشح من أدى زكاة مالي. أنا ما بقدر أقول عن واحد بخيل وقد أدى زكاة مالي. نعم. ولا عن واحد متكبر وقد حمل حاجته بيده. يعني لو كان طبعي محبة المال لا بأس فيه إذا وظفته فيما يرضي الله. أبدا. الحد الأدنى الزكاة. نعم. لو كان طبعي يمنعني أن أزيد عن ذلك فأنا قد أديت الحد الأدنى. أنا أقول لك الآية. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، نقطة، من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اتقوا أولئك هم المفلحون. فأنفق المال على حبه بعدين آتى الزكاة. الزكاة فرض، أما على حبه هذا الذي ترقى به عند الله، الصدقة. الصدقة هي ترقى بها كثيرا. يعني مثل إنسان أدى الضريبة، هي واجب عليه. إنسان قدم للدولة بناء لجامعة، يقام له حفل تكريمي، لا يقال له حفل تكريمي إذا أدى الضريبة. لكن كترتيب أولويات نبدأ بالفريضة. نعم. ومن ثم ننتقل إلى النوافل. طبعا. لكن هي سر صدق العلاقة مع الله النوافل. نعم. التي تأتي بعد. نعم. الفرائض. نعم. طيب دكتور، بعض الطباع يقول بعض الناس لا أستطيع التخلي عنها أو لا أستطيع من جد. مثلا إنسان غير اجتماعي لا يريد أن يرى أحد، يقطع الرحم، وهذا فيه خلل بنصوص شرعية صحيحة. لا تصدق أن تكلف ما لا تستطيع. إذا توهمت أن هذا الشيء لا تستطيع أن تفعله فاعتقد يقينا أن هذا الشيء لا تريد أن تفعله. إن توهم الإنسان أن هذا الشيء لا يستطيع أن يفعله ليعلم يقينا أن هذا الشيء لا يريد أن يفعله.
لأنه الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا. نعم. طيب دكتورنا الكريم، كيف يمكن لنا أن نجاهد طباعنا لتغييرها ولتسيرها وفق شرع الله؟ هل هي بحاجة إلى صقل لهذه الشخصية ولا إلى جرعة إيمانية؟ إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم، والحلم بالتحلم. هذه طباع، الحلم والكرم. لا، التحلم مو طبع، تكليف. تكليف، تكلف، تتكلف الحلم، تكلف الحلم ثمن الحلم الحقيقي، تكلف الكرم، تتكلف الكرم ثمن الكرم الحقيقي. نشرحها سيدنا. إنما العلم بالتعلم، إنما ذات يصبح الإنسان عالما إذا طلب العلم. العلم. شكرا. فالتعلم طريق العلم. تمام. وإنما الحلم بالتحلم. ضبط أعصابي، ضبط ضبط قوي جدا، فمرة على مرة ستصبح إنسانا حليما. انتقلت من التحلم إلى الحلم. الله الله. وإنما الكرم بالتكرم. أنفقت وأنا متضايق. طب حتى أتأكد أن أفهم حضرتك تماما. نعم. أنا إنسان بعيد عن الحلم، ما نعم. عندي طولة بال ولا أصبر ولا أعفو ولا أسامح. حينما تحلمت واصطنعته كما تفضلت مرة وفق مرة، تغير طبعي وأصبحت إنسانا حينما حليما. دفعت ثمن فضيلة الحلم وهو التحلم، تصنع الحلم. نعم. حينما تدفع ثمن الحلم هو التحلم، فأصبحت فعلا حليما. ثمن الكرم هو التكرم. يا سلام. ثمن العلم هو التعلم. إذن عفوا دكتور، الطبع يمكن أن تغير. نعم. جميل. لك جميل جميل. الله يفتح عليكم يا دكتور، كلام بغاية الجمال وكلام بغاية الروعة. هل من همسة دكتور تحب أن تقولها للناس حول الصفات والطبع التي يحملونها ويرفضون تغييرها حتى لو لم توافق الله. الشريعة؟ لو أن هذا الإنسان الذي يتوهم أنه لا يستطيع أجبر نفسه على طاعة الله، نعم، لرأى من السعادة ما لا يوصف. لذلك الإنسان حينما يكتشف، يعني إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، حينما يخطب العبد ود ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يخطب ود عبده. الله، شيء مو قليل. إله يتودد إليك، أيام بالصحة، أيام بالمكانة، أيام بالحكمة، أيام بالعلم، أيام بالنظر الثاقب، أيام بالتوازن، أيام بالسكينة. والله عطاء الله لا ينتهي. يعطي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تعطى الحكمة تنجح بزواج من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. هل الحكمة من الطباع دكتور؟ لا، يؤتى الحكمة. لا لا، ولا من الحظوظ؟ يؤتى من الله، مكافأة الحكمة. مكافأة الحكمة أعظم مكافأة. يا سلام. يكافأ بها المؤمن، ومن يؤتى الحكمة يؤتى. هل له جهد فيها الإنسان دكتور؟ إخلاصه وصدقه فيكافأ بالحكمة. نعم. نعم. حينما خطب ود الله واستقام على أمره وضبط شهواته وفق منهجه يكافأ بالحكمة. هل يمكن أن ترزق الحكمة لإنسان غير مؤمن بالله؟ لو أنها أعطيت لغير المؤمن نقع في مشكلة لا تنتهي. يأتي الكافر ويكون حكيما، يقنع الناس بالكفر. أما لابد من أن يروا فيه التناقض والطباع السيئة. طب هل يمكن أن يرزق الحكمة في الشؤون الدنيوية لو كان غير مؤمن دكتور؟ ممكن في الدنيا. ممكن. نعم. نعم. أن الدنيا تعطى لمن يحب ولمن لا يحب. سؤالين في الختام دكتورنا الكريم. السؤال الأول قبل الأخير، بعض الصفات نستثقل تغييرها، هل هذا شيء طبيعي لأنها طبائع وصفات، ولا هذه علامة نفاق؟ بكل علامة ضعف إيمان. ضعف إيمان. ضعف إيمان. يعني مثلا أنا مش قادر أسيطر على الغضب. حينما لا تستطيع السيطرة هذا يتناقض مع التكليف. أنا الله كلفك تكليف لا تطيقه. كلما قوي إيماني بالله كلما زدت سيطرة أبداً عليه. أبدا. السؤال الأخير دكتورنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ضمن الوسع. السؤال الأخير لفضلتكم دكتورنا في موضوعنا وحديثنا عن الطبائع والحظوظ، ما هو أجر من يغير طبع دام عليه لعدة سنوات لكنه يخالف الشريعة؟ ما هو أجره عند الله من هجر الدنيا وطباعه وهاجر إلى طبع جديد يوافق شرع الله؟ ما أجره عند خالقه؟ والله لا يعلم أجر إلا الله. الحقيقة أنه جاهد جهاد كبير، جاهد نفسه وهواه. لذلك النبي قال، أحد الصحابة قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر المعركة إلى الجهاد الأكبر.